مجلس تعليم الشارقة سعادة الدكتور عمر مستشار صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي للتعليم العالي، سعادة الدكتور ذياب الموسى مستشار سيدي صاحب السمو الشيخ سلطان حفظ الله تعالى، الأستاذ محمد بن جرش مدير المدينة الجامعية، مدراء المناطق، مدراء المدارس، رؤساء وإدارات وزارة التربية والتعليم، أهلا بكم في هذه الندوة بعنوان اسمحوا لي تعليم وتعلم مهارات القرن 21. تتفضل الأستاذة مهرة بإلقاء كلمة المؤتمر، الأستاذة مهرة المطيوعي مديرة مركز اليونسكو. تفضل يا أستاذة مهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصحاب السعادة، السادة الحضور، الأخوة والأخوات، الضيوف الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أرحب بكم في بدء أعمال الندوة الثانية من هذا العام للمركز الإقليمي للتخطيط التربوي، والتي تناقش موضوع ظل يشكل هاجسا وحلما لمتخذي القرار في كيفية التعامل مع تحديات القرن 21، ألا وهو تعليم وتعلم مهارات القرن 21. الكثير ينادي بهذه المهارات، لكن في هذه الندوة سوف نناقش ما هي هذه المهارات، كيف ننقلها إلى نظامنا التعليمي، كيف نجعلها واقعا مطبقا في هذا النظام. المركز الإقليمي أصبحت هذه الندوات التربوية والتي يقيمها المركز الإقليمي للتخطيط التربوي هدفا مهما من الأهداف الرئيسية التي يسعى المركز لتحقيقها، لنشر المعرفة وتيسير الانتفاع بالمعلومات المتعلقة بالتخطيط التربوي، وهي تمثل عملا مؤسسيا نحرص عليه ونحسن الإعداد له من خلال دعوة العلماء والمفكرين التربويين لتبادل الأفكار وإجراء الحوارات التربوية، وأيضا نشرك فيه الميدان التربوي ليستفيد من التوصيات والآراء المطروحة فيه، كل ذلك لنخرج برؤى وتوصيات من شأنها تطوير منظومة التعليم وتحسين مخرجاته والإعداد لمواجهة المشكلات والتحديات في هذا القرن. هذه الندوات التي يقيمها المركز تجسد مجموعة من المبادئ المهمة، وتتمثل في أن تطوير التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة يأتي في مقدمة أولويات التنمية والدولة، وأن التعليم المتطور لابد أن يتبنى مفاهيم جديدة ويهجر الممارسات التقليدية التي عفى عنها الدهر وأصبحت لا تحقق التعليم العصري المنشود، فلا بد أن نعيد النظر في الدور الذي يقوم به كل من المعلم والمتعلم في العملية التعليمية. كما أن الدولة قد عقدت العزم على تطوير التعليم تطويرا جذريا وجعلته في مقدمة أولوياتها، بحيث يحدث نقلة نوعية في مخرجاته، وبما يؤدي إلى زيادة المردود التنموي والعائدات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية له. وهذا يعني بالضرورة أن يكون التطوير مخططا ومبرمجا وهادفا يستند إلى رؤية مستقبلية، وأن يعني بتطوير الجوانب النوعية في التعليم وتوجيه الإنفاق لخدمة عناصر الجودة والتمييز لا سيما في مجال المناهج وتدريب القوى العاملة وتطوير طرائق التدريس وأساليب التقويم، فضلا عن مراجعة أهداف التعليم لتستجيب لواقع العصر. إن تجربة الدولة في تطوير التعليم تجربة منفتحة على التجارب العالمية، تستفيد من إنجازاتها وتتفادى إخفاقاتها. أننا من خلال هذه الندوة نسعى إلى إعداد أبنائنا للمواطنة والعمل في القرن 21 من خلال تطوير معارفهم ومهاراتهم للعيش في سياق هذا القرن والتكيف مع متغيراته. ولقد حرصنا على أن يستفيد الميدان التربوي من هذا التجمع العلمي، فوجهنا الدعوة لعدد كبير من المعلمين والمديرين والموجهين وأصحاب القرار والقيادات في وزارة التربية والتعليم والمجالس التعليمية وكل من يهتم بالشأن التعليمي. ونحن نتطلع للاستماع أيضا للأساتذة الأفاضل من كلية الإمارات للتطوير التربوي الذين يشاركون في تنفيذ هذه الندوة. وأيضا هذا توجه جديد للمركز، وهو الاستفادة من الخبرات التربوية الموجودة في الدولة والمؤسسات التعليم العالي الموجود في الدولة، وهو توجه من معالي حسين الحمادي رئيس مجلس إدارة المركز ووزير التربية والتعليم. ولذا فإننا نتطلع أيضا إلى المناقشات والمداخلات الهادفة في هذه الندوة للوصول إلى رؤية ومسار واضح
نحو إعداد جيل من المبدعين الذين يمتلكون مهارات وكفايات عالية تمكنهم من الإسهام في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة للدولة والتعايش مع متطلبات القرن 21. مرة أخرى أتوجه بكل الشكر والتقدير للسادة الضيوف، كما أتوجه بالشكر للأخوة الذين قبلوا دعوتنا والذين يجسد حضورهم مبدأ أن التعليم شأن مجتمعي وأن قضايا قضايا مجتمعية تهم الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن شكرا للأستاذة مهرة. الآن أستدعي المحاضرين الكرام، دكتورة منى أبو عسلي عضو هيئة التدريس بكلية الإمارات التطوير، للدكتورة شافية بنت عبد الرحمن عضو هيئة التدريس بكلية الإمارات. تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. 20 قادم بإذن الله تعالى بتحديات جديدة وأدوار جديدة للمعلم والمتعلم، تحتاج لمهارات وأساليب وتحديد المعايير العلمية لتوزيع هذه المهارات على المراحل الدراسية بهدف تحسين استعدادات الطلاب وتأهيلهم أكاديميا ومهنيا بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل. ما تلك المهارات ولما يحتاجها الطلاب؟ ما آليات وأساليب تدريسها عبر التخصصات المختلفة؟ كيف نتأكد من اكتساب الطلاب لها؟ تحدثنا الدكتورة منى أبو عسيلي في محاضرة بعنوان تعريف المهارات المطلوبة للعيش في سياق القرن 21. نتعرف على الدكتورة منى أبو عسيلي عضو هيئة التدريس بكلية الإمارات للتطوير التربوي، حاصلة على دكتوراه التربية من جامعة إكستر ببريطانيا، عضو هيئة التدريس بشعبة الثقافة والمجتمع واللغويات، حصلت على الماجستير في تدريس وتعليم اللغة الإنجليزية من جامعة شيفيلد ببريطانيا. تمتد خبرتها في التدريس إلى 18 عاما في دورات تدريب المعلمين وإعداد نظام امتحانات اللغة الإنجليزية الدولية الآيتلتس. تتركز بحوثها حول النمو المهني للمعلم والحالة الانفعالية للمعلمين والطلاب وأيضا في مجال القيادة. فلتتفضل الأستاذ منى بعرض الورقة. شكرا. ملاحظة، اللغة العربية أرى جميعكم في هذه الغرفة لمشاركة الأفكار والتدريبات. هل تسمعونني في الخلف؟ Is this better? Not yet. It's okay. Not yet. Okay, because I just need to move. Okay, so when لقد حصلت على بعض الرسائل فيما يتعلق بالجامعة وكان الأمر يتعلق بالأطفال، وعندما قرأت كلمة أطفال عدت بذكرياتي عندما كنت طفلة صغيرة، وأتذكر هذه الأيام عندما كنت طفلة ألعب وكنت سعيدة جدا وأنا أمسك بلعبتي البلاستيكية، وإذا كان لدي أيضا جدودي الذين يقدمون لي هدايا من اللعب البلاستيكية والمزرعة المليئة بالحيوانات. أتذكر عندما كنت طفلة كان أبي يأخذني إلى الحديقة للعب والجري ولركوب الدراجة ولمقابلة الأصدقاء، وكنت أسعد طفلة. وعندما قرأت كلمة طفلة هذا المؤتمر جاءت إلي
جميع الذكريات وذكرتني بسعادة حياتي في تلك الأيام وكم كانت بسيطة. ولكن الآن بالنظر إلى أطفالنا هنا في القرن 21، من هم الأطفال الذين لدينا؟ الأطفال أذكياء جدا، الأطفال أذكياء للغاية ومستعدين للعمل، وهم قادرين على القيام بالكثير من الأمور، وعند هذا العمر أو المرحلة العمرية يقومون بما لم نقم به. وماذا سيحدث إذا كان الأطفال قادرين على الاكتشاف واستخدام التكنولوجيا أفضل منا؟ أنا أتذكر عندما كانت طفلتي في العام الثاني في الدراسة كانت تستخدم الآيفون عندما لم يستخدم الكثير من البالغين الآيفون، وبالتالي الجيل الجديد أصبح يستخدم أمورا أكثر تحديا بالنسبة لنا، ويقومون بأمور لا نتوقعها. وأطفالنا لديهم الكثير من المهارات، وهذه المهارات بالطبع موجودة ومندرجة في مناهجنا. وعندما قرأت العنوان القرن 21 لم يكن علي أن أقوم بتحديث هذه المهارات، كل منا يعلم أن هذه المهارات موجودة وموجودة داخل مناهجنا، وبالتالي لدينا مشكلة حل المشكلات، ولدينا البحث، ولدينا الملاحظة، وطلب سؤال الطلاب أن يتوجهوا للاكتشاف والمشاركة في المشروعات. كنت مشاركة مع حمدان في جائزة الشارقة للشيخ حمدان من 7 سنوات، وكنت بالطبع مندهشة من ذكاء أطفالنا وبالنظر إلى ما لديهم المشاركة في المهرجانات، ويقومون بأمور في الرياضيات والتجارب والعلوم، يقومون بخلق المشروعات، وبالطبع هذا يشير إلى إبداعهم. ولكن هؤلاء الأطفال لديهم أمور كثيرة ينبغي أن نقلق بشأنها في المناهج، ولدينا هذا الأمر في مناهجنا، ولكن ما نشعر به أن هؤلاء الأطفال ليسوا فقط أذكياء ولكن ينقصهم الكثير من الأمور. ما أعتقده هو بطريقة شخصية هو أنه لا يزال لدينا مشكلات في مدارسنا، وعلينا نحل هذه المشاكل. لدينا العديد من الطلاب المختفلين، حيث هناك نجاح من قبل هؤلاء الطلاب، ولكن حتى الآن نواجه مشكلات تتعلق بالحضور في الدراسة. هناك أطفال يخجلون من المشاركة في الفصل الدراسي، وبعض المعلمين بالطبع يشعرون أن الأطفال رائعين ولكن في المنزل يلعبون ويتحدثون، ولكن في الفصل الدراسي هم مختلفون، فهم خجلون ولا يرغبون في الإجابة حتى لو كانوا يعلمون الإجابة بالفعل. وبالتالي ينبغي أن يكون هناك أمر خاطئ. ولكن أنا أقوم بالتدريس في الجامعة وأدرس الدرجة الجامعية، وذلك من العام الأول حتى العام الرابع الدراسي، ولا نزال نواجه مثل هذه المشكلة. هناك طلاب في غاية الذكاء ويمكن أن يكونوا ناجحين في أي مادة، ولكن بمجرد أن يأتوا لتقديم أو يعرضون بعض المواد يبدأون في الارتعاش. وأنا كمعلمة أعلم أن هؤلاء الأطفال قادرين وأن لديهم هذه المهارات التي نحتاجها في قادة المستقبل أو في معلمين المستقبل، ولكن لا يزال هناك مشكلة تنقصهم وهي التواصل أو مهارات التواصل. نحن في حاجة إلى مساعدتهم على أن يطلقوا العنان لمثل هذه المهارات وهذه الأمور. هذا ما نحتاجه في القرن 21. أي أمر من الناحية الأكاديمية يسير بتصميم رائع، أي أمر نطلبه من الطلاب يقومون به وهم قادرين على القيام بهذا الأمر. ولكن أنا أعتقد أنه إذا ما قمنا بنظرة سريعة على هذه الأبحاث وما يقوله الإعلام حول أطفالنا، قبل أن أشارككم ذلك أمس كنت أقرأ في الأخبار ولقد اندهشت بآخر مؤتمر في الإعلام العربي، وكان هناك إحصائيات حول شباب الإعلام والتقنيات التي يستخدمها الأطفال ما بين 15 و18 من عمرهم، والأرقام كانت صادمة بالنسبة لي، حيث أن بين 15 و18 يقومون باستخدام النصوص أو الرسائل النصية
تصل إلى 5 مليارات رسالة وكنت مصدومة، هذا رقم كبير، ولكن ما هو نوع الرسائل الذي يرسله أطفالنا؟ ما هي الرسائل التي يرسلونها إلى الأشخاص في الخارج؟ هذا مهم بالنسبة لنا كمعلمين وكمشرفين وكمدراء في المدارس وكأباء، نحن في حاجة إلى أن نعمل كيف يكون الطفل قادر على القيام بذلك وغير قادر على التواصل. هذه الصورة إلى حد ما ضاحكة، وهي أنه جميع الآباء يكون لديهم هذه الأجهزة وجميع الآباء، ولكن هناك من يدفع الثمن، وهذا أمر مضحك. لأن صديقتي كنا نضحك على ذلك في الفندق، حيث كنا نقوم بمجرد أن نبدأ في ذلك يكون أن هناك من يقدم الآيفون خاصتي، وكانت سعيدة وقد هدأت، وكانت في شهرها الأول. كان هذا أمر مضحك، وبالتالي يقول الإعلام أن جميع أولادنا في الوقت الحالي ينمون في منازلنا وفي المجتمع وفي المدارس، ولكنهم لا ينمون في المدارس فقط، في المنازل فقط، هذا ما نعلمه جميعا، وبالتالي ينمون ويكون لديهم هذه الصيغة في أذهانهم، في مبادئهم وفي إيمانهم وقيمهم. كل ذلك لا يأتي فقط من المدرسة، أو لا يأتي فقط من الآباء، أو لا يأتي فقط من أي مكان، فإنها تأتي من جميع الأماكن التي تحيط بالأطفال. وهذا خطير، لأننا لا نعلم كيفية قياس قيمة ما يتعلمه أولادنا. أيضا أولادنا تنقصهم المهارات الخاصة أو المهارات الاجتماعية، كيف يمكن التعامل مع الأب أو الأم؟ أحيانا يكون هناك مخاطبة للوالد باسمه الأول، وأنت كوالد هل تقبل ذلك؟ وهناك من لا يقبلون ذلك، بعض المدرسين يسمحون لأولادهم أو لأطفالهم أن ينادون بالاسم الأول، وبالتالي هل هذا يجعلهم سعداء، يغضبون؟ وكل ما يأتي من المحيط أو البيئة المحيطة. ونحن كم متى نكون سعداء ومتى نكون حزانا ومتى نتعلم مما هو طبيعي؟ في بعض الأحيان عندما نكون في موقف ونواجه أمر ما، ويكون هناك مشاركين يتحدثون عن الخبرات الشعورية، أنا كمدرسة أشعر بالغضب لمجرد أنني في حاجة إلى أن أكون غاضبة، وإلا سوف يضحكون علي. هذا هو موقف نحن في حاجة إلى أن نكون غاضبين فيه، لأنه من الناحية الثقافية ينبغي وأن نغضب من هذا الموقف، حتى غضبنا ورضائنا مرتبط بالناحية الثقافية وبالمجتمع. ماذا عن الأطفال؟ إذن يقول البحث أن نجاح الأطفال غير مرتبط بالذكاء فقط، ولكن نحن نعلم أن هناك أمور أخرى، الشركات والمدارس والمؤسسات يقومون باختبارات على ذكاء الأشخاص أو على الأطفال، وإذا كان هذا الطفل أو هذه الطفلة لديهم ذكاء عالي فهم بالطبع يسمحون له بالدخول إلى المدرسة، والذكاء بالطبع يجعل أو يسيطر على مؤسساتنا أو أكثر من ذلك، لأن الأبحاث الحالية تشير إلى أن الذكاء فقط يشكل 20% من نجاحنا في الحياة. إذن أطفالنا والنجاح الخاص بالأطفال أكثر من المهارات الأكاديمية وأكثر من المهارات المعرفية، بالطبع هذا ما غير مرتبط بالمناهج فقط. ونحن سعداء وراضين بدرجة ما بإنجازاتنا في المدارس، نحن كآباء أو معلمين أو مدراء مدارس قد نفخر بإنجازات أطفالنا ونقدم لهم الجوائز في جميع أنحاء الإمارات أو حتى بالناحية العالمية، ولكن حتى الآن ما أقوله هو أنه حتى نكون ناجحين في الحياة نحتاج العديد من الأمور التي نعلمها لأطفالنا حتى يقومون بالتوازن في حياتهم. وبالتالي واحد من العلماء الدكتور
زيغموند قال أن الأطفال في الوقت الحالي عند العاشرة من عمرهم يتعرضون إلى 5 أنواع من الشاشات في البيئة المحيطة بهم، وكما يقول الآيباد، الآيفون، آيبودز، الشاشات، اللابتوبس، وذلك في سن 10 فقط. وهذا إلى حد ما يشير إلى أمر ما، هذا أمر كآباء لا ينبغي أن نتجاهله. علينا أن نتعلم أمر ما، كيف نقوم باستخدام مثل هذه الأدوات والأجهزة، كم نرغب في استخدام هذه الأجهزة في الفصل الدراسي. وإذا كنا نرغب في الأساس بأن يستخدموا هذه الأجهزة، هم يعلمون كيفية استخدام التكنولوجيا وكيفية لعب بهذه الأجهزة ويرسلون النصوص. علينا أن نتأكد من أننا موجودون لمراقبة وإرشاد هؤلاء الأطفال. إذن هذا أمر خطير. كان هناك بحث قد تم من قبل مؤسسة الأطفال، والتي تقول أن الأطفال يستغرقون وقتاً أطول مع الأجهزة أكثر من أي نشاط آخر. قبل أن يناموا يتوجهون إلى وضع الجهاز في الخارج، وفي بعض الأحيان يكتشف الآباء هذا أن هناك جهاز يختبئ تحت الشاشة، أو حتى أيضا يلعبون بهذا الجهاز في الظلمة. علينا أن نهتم بهذا الأمر. وهناك قضية أخرى، ماذا يتعلق بالخصوصية؟ إذا كان هناك طفل يستخدم التويتر والإنستغرام والفيسبوك، أو إذا كان لديهم قائمة بالأمور أن أمي تتحدث في المطبخ، أو أن أبي قد حضر للتو، أو صورة لطفل صغير، هذه أختي الصغيرة تلعب، ماذا عن خصوصياتنا؟ أليس هذا خطير وخطر؟ أليس هذا يتداخل مع خصوصياتنا كأسرة؟ نحن في حاجة إلى مراقبة هذا الأمر، وأن نعلم طلابنا أن يحترسوا من هذه الأمور، أن نعلم أولادنا مهارة تعلم أخلاقيات التعامل. فالأمر ليس أخلاقي أن نتوجه إلى أن نأخذ صورة للأم وهي تطبخ في المطبخ وأن نقوم بنشرها على الإعلام الاجتماعي. إذا كانت الأم راضية وأخذنا الإذن فهذا حسن، ولكن إذا أخذ الصورة والتقطها وقام بنشرها فهذه مشكلة. نحن في حاجة إلى هذه المهارات حتى يتعلمها الأطفال، ليس فقط في المدارس، عليهم أن يتعلموا ذلك من أبائهم، من مدرسيهم، من مجتمع المدرسة. هذا نحن في حاجة إلى أن نتطلع إليه في المستقبل. هناك واقع صادم آخر، حيث أن الأبحاث أثبتت أنه بغض النظر عن عدد الأجهزة لدى الأطفال، فإن الأطفال أصبحوا أكثر وحدة. وهذا ما نكتشفه المدارس من قبل الآباء أو المدارس المدرسين الذين يقومون بالشكوى من أنهم لا يطيعونهم، ويقولون أن هذا ليس من شأني. أحيانا يكون هناك طفل غير قادر على السيطرة على غضبه، وهذا الغضب ربما قد ينتقل إلى الشركاء أو إلى الزملاء في الفصل، وقد يصبح الزملاء أكثر عدوانا، وذلك بمجرد أن يكون هناك طفل غاضب آخر ولا يستطيع السيطرة على غضبه. وبالطبع من المهم جدا أن نرى هذا النجاح إذا ما كنا قادرين على السيطرة على الغضب، وهذا هو المتوقع من قادة المستقبل. وهناك مزيد من الأرقام من المدرسين أو من الطلاب الذين يواجهون هذا الأمر. إذن هناك أمر آخر، كم عدد ساعات نستغرقها مع أولادنا؟ أنا أتذكر أن هناك طفل كنت بزيارته في المدرسة، حيث كنت أقوم بمراقبة المدرسين، ووجدت طفل أو طفلة تسمى مريم، وكانت جميلة جدا، وكانت تقدم لي الحلوى أو الشوكولاتة لأنني كنت أزور فصلها. ولكن في نهاية الأسبوع كنت متفاجئ عندما جاءت إلي وتبكي وقالت لي: أود أن أقول لك شيء. قلت لها: حسن قول لي. قالت: أنا أفتقد أبي. وقلت لها: هل أبوك غير موجود؟ وقالت: لا. إذن لماذا لا تتحدثين معه؟ لأنه دائما منشغل. وقلت له: منشغل في ماذا؟ هو دائما منشغل ولا أستطيع الحديث إليه، هو على الهاتف. ويقول لي: أنت ابنة كبيرة وأنت طفلة كبيرة ولا ينبغي وأن تبكي، الفتيات الكبريات لا ينبغي وأن يغضبوا، ينبغي وأن تساعدي نفسك. وأنا أرغب في أن أتحدث إليه.
لقد كنت مندهشة من صراحتها والطريقة التي عبرت بها عن مشاعرها. أبوها كان هناك وأيضا كان موجودا في المنزل، ولكن كان غير قادر على أن يقيم هذه العلاقة والتواصل مع ابنته، ولمدة أسبوع كانت تسعى إلى إيجاد شخص يمكنه سماعها والانصات إليها وأن يفهم مشاعرها. هذا بالطبع كان مؤلم بالنسبة لي، لأنني كنت قادرة على المساعدة في هذه اللحظة فقط، لم أكن في المدرسة طوال الوقت، وهذا أمر آخر بالنسبة للآباء. هذه رسالة للوالدين، عدد الساعات والوقت المستغرق مع أولادهم. الرسالة هي، إذا ما انتقلت إلى النقطة التالية، هي أنه من المهم بالنسبة لنا أن نعلم أولادنا المهارات التي يحتاجونها في الحياة. الأمر ليس فقط مرتبط بالناحية المعرفية أو المهارات الفنية، نحن في حاجة إلى المزيد، نحن في حاجة إلى أن نكون قادرين على التوازن من الناحية الاجتماعية، وكيف نقوم بذلك؟ أنا أعلم أنكم استمعتم إلى الذكاء الشعوري، الذكاء الشعوري. لماذا نحتاج إلى الذكاء الشعوري؟ الذكاء الشعوري لا يعني أنك عاطفي طوال الوقت وتهتم بالأشخاص، لأنه بالنسبة للأبحاث طويلة المدى كان هناك نقاش كبير حول المنطقية، ولنرى ما هو الناحية العاطفية لاتخاذ القرارات، وبالطبع الناحية الشعورية لا يمكن أن تقودنا إلى أن نكون قادة. هذا حقيقي، نحن كمعلمين وكمربين نحن نختبر الكثير من المشاعر كل دقيقة في العمل. كم من الأوقات التي تشعرون فيها بالسعادة في فصلكم في المنزل، أو تشعرون بالمشاعر المختلفة أحيانا، الحماسة إذا كان هناك إجابات صحيحة من قبل الطلاب، أو وأحيانا بالإحباط إذا كان الطلاب لا يقومون بعمل رائع أو غير راضين، أو الكثير من المشاعر، هناك مزيج من المشاعر في وقت واحد. إذا ماذا عن أطفالنا؟ إذا كنت بالغ وإن لم يكن هناك من يشعر بما تشعر به، لا سيما المعلمين، لا يوجد من يشعر أنني مريضة اليوم ولكنني في حاجة إلى أن توجه إلى الفصل، لا يوجد من يشعر أنني تعبة أو أنني محبطة ولكن في حاجة إلى التوجه إلى العمل. هذه حالتنا أيضا كبالغين. ماذا عن أطفالنا؟ فهم غير قادرين على إدراك مشاعرهم، نحن في حاجة إلى أن يحدث ذلك في فصولنا. إذن الذكاء العاطفي نستخدمه، أولاً هذا أمر إنساني، جميعنا لديه مشاعر، لا يمكننا أن نقول لا لست عاطفية فأنا منطقية، هذا حسن، ولكن حتى وإذا كنا في حاجة إلى اتخاذ قرار، هل العواطف موجودة؟ نعم، بالطبع تؤثر علينا، نحن أحياناً نود أن نجعل الأشخاص سعداء أو راضين، وبالتالي عقلنا يتعامل مع المشاعر والعواطف، وهذا علينا أن نفكر فيه. دانيال جولمان الذي قام بتطوير نظرية الذكاء العاطفي والنظريات الأخرى أصر أن هذا هو دورنا، أن نقوم بالسيطرة على المشاعر السعيدة والمشاعر غير السعيدة أو المشاعر السلبية. نحن نختبر الكثير من المشاعر، فإن أطفالنا وطلابنا أحيانا يكونون متقلبون المزاج أو يكون لديهم مزاج سيء، وأحيانا نشعر باللبس في المشاعر، وإذا كان لدينا 25 طالب في الفصل، الله وحده يعلم كيف سوف ننجح في ذلك وكيفية التعامل ورعاية كل طفل، ولكن ينبغي أن يكون ذلك موجودا في الفصل. وهذا يحدث أن أطفالنا يعلمون أننا غاضبين وأننا غير راضين عما نفعله، وفي بعض الأحوال يأتي السبب مع الطفل الذي يأتي من المنزل. لا نعلم، الأطفال يكون ردة فعلهم مختلفة داخل الفصل، نحن في حاجة إلى مساعدتهم على السيطرة على مشاعرهم وعلى السيطرة على غضبهم والسيطرة على كيفية التعامل والتعاون مع نظرائهم. الذكاء العاطفي يتضمن مكونات خمسة رئيسية والتي ينبغي أن نأخذها في الاعتبار: الإدراك الشخصي، إدارة المشاعر، التحفيز
التحفيز والتعاطف والمهارات الاجتماعية، كلها مهارات داخل النموذج الخاص بالذكاء العاطفي. وإذا كان هناك طفل ناجح من ناحية الأكاديمية هذا رائع، ولكن إذا ما تحدثنا عن هذه المهارات الإدراك الذاتي، نحن في حاجة إلى أن نعلم أطفالنا أن يكونوا مدركين بنفسهم، مدركين بشعورهم، ومدركين للقيم، لأن هذا ما يحدث لنا. نحن في حاجة للأطفال أن تتعلم حول مشاعرهم وكيفية التعبير عنها إليكم. عندما نقول لطفل ماذا بك ويجيب لا شيء، علينا أن نقوم بالسيطرة على، نحن لا نرغب في السيطرة على أطفالنا، ولكن نجعلهم قادرين على السيطرة على مشاعرهم. ولا ينبغي أن نقول لهم أنتم كبار لا ينبغي وأن تغضبوا، لهم الحق في الغضب ولهم الحق في أن يكونوا محبطين في بعض الأحيان، ولكن نحن في حاجة إلى تعليم طلابنا أن نقوموا أن يقوموا بالسيطرة على غضبهم وأن يقوموا بإدارة الوضع والموقف. فالأمر لا يتعلق بالسعادة فقط، ولكن الأمر هو أننا في حاجة إلى أن يكونوا محفزين. والتحفيز داخل الفصل الدراسي، إذا ما قمتم بهذا العمل فسوف أقدم لكم حلوى، وإذا ما قمتم بذلك وإذا كنت الأول سوف نقدم لك نجمة. هذا رائع، ولكن التحفيز رائع في الفصل الدراسي، ولكن بالنسبة لقرن 21 والتحديات التي ستأتي، فإن الطفل ينبغي أن يكون محفز من الداخل. نحن في حاجة إلى أن يتعلم تقييم فقط، ليس فقط الواجبات والعلوم والرياضيات، ولكن أن يقوموا بتقييم التعليم وتقييم مجيئهم إلى المدرسة وأن يحبوا المدرسة. كم من أطفالكم يحبون المدرسة؟ وإذا ما سألتم هذا السؤال يجيبون بتردد. وكم حتى أنتم كمعلمات أو معلمين أحيانا إن لم تكونوا محمسين من الداخل وتأتون إلى المدرسة وتأجن كل ذلك، ربما قد لا تكونوا راغبين في التوجه، ربما تشعرون بالتعب أو بالمرض، وهذا حقي أن أجلس في المنزل، فأنا بشر، هذا ما نقوله لأنفسنا. ولكن إن لم يكن لدينا هذه المسؤولية من الداخل، إن لم يكن لدينا هذا الشعور الداخلي أننا مسؤولين عن هذا الجيل وأن نعلمهم ونحن في حاجة إلى التوجه للمدرسة وإلى التعليم، كل ذلك مهم كمعلمين أو في أي مكان تعملون فيه. نحن في حاجة إلى أن نعلم ذلك لأولادنا، أن يكونوا محفزين من الداخل ولا يكونوا محفزين من الخارج، لأن هذا ما سيستمر طوال حياتهم. نحن في حاجة إلى تعليمهم التعاطف وأن نتعلم أن يقوموا بالتعامل مع الأطفال الآخرين، وعلمهم كيفية أن القول شيء آخر أمر دون جرح الآخرين. في مدارسنا كثير من المشكلات، كنت في اجتماع في الأسبوع الماضي مع بعض الأخصائيين الاجتماعيين، وجاءت أخصائية اجتماعية وقالت لي أن معظم المشاجرات، لأن هناك طفل يقوم بالاستهزاء بطفل آخر، وينبغي أن يكون هناك احترام بمن يحيط بكم، وأن يكون هناك احترام للمدرس وللمدرسة وللقيم وقيم التعلم الموجودة هناك. في النهاية الإدراك أو الناحية المعرفية ليست كافية، نحن في حاجة إلى أن يتعلموا المهارات الاجتماعية. كم عدد المعلمين والمعلمات يطلبون من الطلاب في الصباح كيف تشعرون اليوم؟ هل تسألون أو تطرحون على طلابكم هذا السؤال؟ إذا كنتم كبالغين تقومون بسؤال البالغين الآخرين كيف حالك؟ الحمد لله، فنحن نشكر الله على كل شيء كل دقيقة، ولكن إذا ما رغبتم في أن تقوموا بذلك مع الأطفال وأن تتمنوا إذا كان من يقوم بذلك كيف كان يومك وكيف حالك، هل الأمور تسير على ما يرام؟ نعم، أشعر بشيء جيد، وعلينا أن نقوم بذلك إذا كان ذلك لدقيقة أو دقيقتين حتى نشعر أن مشاعرنا إلى حد ما مقدرة من قبل الآخرين. وإذا قلت أنا تعبة أو أشعر بالتعب أو أنا أعلم كيف تشعر، كلمات بسيطة، قد يكون هناك بعض الراحة. الأطفال يحتاجون نفس الشيء، يحتاجون ذلك في المدارس وفي الفصول. نعم، أنا أتفق معكم أن هناك أعداد كبيرة من الأطفال في المدارس،
أحيانا الفصل يضم 25 طالب ويكون صعب بالنسبة للمدرس أن تسأل كل طالب كيف حالك اليوم، ولكن أنت كمدرس وكنت تهتم يمكنك أن تقوم بنشاط بسيط، مثلا أن يرسموا لك كيف يشعرون، وكل طفل سوف يقوم بقول كيف يشعر اليوم، لماذا لا؟ فيما يتعلق بالذكاء العاطفي فأنه ليس أمر يتعلق بالأرقام، ولكنه في كيف جانب يعلمك التعامل مع الآخرين ويمكن تعزيزه. وإذا ما تحدثنا عن الذكاء العاطفي فهو موجود في ديننا كمسلمين الحمد لله. إذن التعلم يأتي بممارسة، وبالنسبة للآباء سوف نتعلم ذلك من خلال ممارسة كيفية. فالأقوى هو من سيقوم بالمواجهة ومن يقوم بالسيطرة على الغضب ومن يعلم كيف يقول لا وكيف يقول نعم. الشخص الذي يعلم كيفية التعامل مع الآخرين والتعامل مع مشاعرهم والتعامل مع إحباطات الآخرين أو أي نشاط آخر يومي. هل تقومون بذلك في المدارس أو مدارسكم؟ لست متأكدة. وقال في كتابه الأخير، بوظف يعتقد أن الأطفال يقومون بحشو رأسهم بالمعلومات أو المهارات الأكاديمية والملاحظة وحل المشكلات، كل هذه المهارات الخاصة بالقرن 21، لكن الأمر يتعلق بأكثر من ذلك. نحن في حاجة إلى خلق مجموعة من القيم التي يحتاجها الأطفال، وهذا سوف يضمن أن أطفالنا سوف يكونوا قادة ناجحين وأعضاء ناجحين ومواطنين ناجحين في المجتمع. نحن في حاجة إلى تعليمهم كيفية الإصرار، ليس فقط بعد التخرج أن يقوموا يعملون لعام أو اثنين وسوف يفكرون في عمل آخر. نحن في حاجة إلى خلق الأخلاقيات في تعليمهم أن لدينا أمور أكثر قيمة في الحياة من أكثر من الحصول على ترقية أو حصول على وظيفة أو أن يكون الشخص شخص مهم. فمن المهم أن يكون هناك أطفال لديهم مثل هذه القيمة من ناحية الأكاديمية وأيضا المهارات الخاصة بالذكاء العاطفي. في الشهر الماضي حضرت مؤتمر في أبوظبي يتعلق بالتعلم النظامي، وقال بروفيسور ميسي قال بأمر مهم، قال أننا نقوم بتوظيف أشخاص لمهاراتهم ولكن نقوم بطردهم، وذلك لعدم وجود أي نوع من المهارات العاطفية. كان ذلك مهم لأنه بغض النظر عن نجاح الشخص فإن لدينا الكثير من القادة والأشخاص في مراكز قيادية يمكنهم أن يكونوا ممتازين في التعامل مع اجتماعات وإدارة ورش العمل، ولكن تنقصهم المهارات الاجتماعية والحديث مع موظفيهم، وهؤلاء هم أطفالهم الذين سوف يكونون هؤلاء القادة إن لم نهتم بأطفالنا ونعدهم للمستقبل كما قلت ونعدهم للمستقبل. فلا أعلم كيف سنقوم بإلهامهم وسوف أو ماذا سنتوقع من هؤلاء الأطفال في المستقبل. إذن مرة أخرى سوف أقول ذلك بالنسبة للذكاء العاطفي، إذا ما رغبنا في الخطوات العملية قبل أن نبدأ أي شيء نحن في حاجة إلى أن نري هؤلاء الطلاب بعض النماذج، وقبل أن أطلب من طفلي أن يكون مهتما ينبغي وأن أكون مهتمة، قبل أن أطلب من الطفل أن يسيطر على غضبه ينبغي وأن أسيطر على غضبي كمعلمة وينبغي، وقبل أن أرسله إلى خلف الفصل الدراسي أو كما قلت في المدرسة أحيانا يكون لدينا كرسي للعقاب، وإذا كان هناك من يقول شيء لا يعجبنا نقوم بإرساله لهذا الكرسي. ولكن لا أعلم، أعتقد أنه ينبغي وأن أكون أكثر إيجابية وأن أكون أكثر إيمانا بأن هؤلاء الأطفال سوف يكونوا أفضل في الناحية التربوية من الناحية الخاصة بالذكاء العاطفي ومن الناحية الأكاديمية أيضا. ما أود أن أقوله هو أن أطفالنا لديهم هذه المهارات ونعدهم للقرن 21، يحتاج المزيد مننا
أكثر منهم. نعم، نحن نؤمن أنهم رائعين وأذكياء، ولكن ينبغي أن نساعدهم على تقييم هذه المهارات في بيئة آمنة. نحن في حاجة إلى أن يشعر الأطفال بالأمان عندما يتوجهون إلى المدرسة، وهذا حسن إذا كنت أشعر بالغضب. ينبغي أن يعلموا أنه يمكنني أن أتحدث مع معلمي دون أن يكون لدي هذا الخوف من أن تعاقبني، وأن أعبر عن مشاعري وأقول لها أنني لا أشعر بالرضا، ولكن أو أعدك بأنني سأشعر بالرضا. ينبغي وأن يكون لهؤلاء الأطفال الصوت والخيار، وهذا إلى حد ما صعب لأن لدينا المنهج الذي ينبغي أن نتبعه، هذا حسن، ولكن علينا نطلب من الطفل أن يكون لديه الخيار وأن يكون لديه قائمة بالخيارات وأن يختار من هذه القائمة، وأن نكون في الإطار، ولكن وأيضا داخل إطار النتائج التي أو المرجوة. ولكن ما نرغبه من أولادنا، نحن في حاجة إلى أن يكونوا قادرين على أن يتعلموا كم من أطفالنا يمكنهم أن يعملوا في فرق، كم منهم راغب إذا ما طلبتم منهم. لدي طالب في الجامعة، وعندما أطلب منهم المشاركة ولكن أحياناً عندما أطلب منهم أحياناً يكون إجابة الطالب أرغب في أن أقوم بالأمر وحدي، هل يمكنني فعل ذلك ولا أعمل مع زميلي؟ وأين هي ثقافة العمل الجماعي؟ نحن في حاجة إلى خلق هذا الإدراك أن العمل الجماعي يساعد، وأن العمل الجماعي سوف يساعدنا على الإنجاز أفضل، وأن العمل الجماعي لا يتعلق بي فقط. نحن في حاجة إلى أن يتعلموا أننا نعمل على الشخصية، شخصية الطفل. أنا فريدة من نوعي، ولكنني سوف أسلك أفضل بين مجموعة لأنني فريدة وزميلي فريد وزميلي الآخر فريدة من نوعه، وبالتالي نحن جماعة سوف نقوم بعمل أفضل، وعلينا نركز أكثر على شخصية الأطفال بدلا من على الناحية الأكاديمية. لا أقول أن نهمل الناحية الأكاديمية، ولكن جميع المهارات التي سوف تساعد طلابنا على أن يكونوا أفضل في حياتهم كمعلمين أو مربين، إلا أن مهارات القرن 21 موجودة، ولكن إن لم نهتم بطلابنا وإن لم نطلب منهم أن يكونوا أو أن يساءلوا وأن يتحمسوا، فإن عملهم المستقبلي لن ينجح. ما أقوله هو كم من أطفالنا يميزون بين أنا وإنعكاس أنا كنحن. إذن أنا ينعكس كلمة نحن عندما نعمل معا، وذلك لإنجاز أفضل. فكل شخص في المجموعة في بعض الأحيان سوف يسعون إلى السيطرة على كل شيء وأن يشيروا إلى المعلمين أنهم الأفضل. علينا أن نعلمهم أن كلمة نحن هي انعكاس لأنا، وأنا انعكاس لنحن، ولكن أنا فقط هي الناحية الأنانية. نحن في حاجة إلى تعليم هذه المهارة لطلابنا، هذا ما ينقصنا في طلابنا. وإن لم يكن هذا موجود في مناهجنا، أي تعليم سوف نقدمه لن يقدم لنا التوقعات الملهمة التي نتوقعها ونرغبها، لا سيما بين المعلمين. المعلمون حاليا لديهم الكثير من المهارات، ونحن كمعلمين يطلب منا الكثير من الأمور في عملنا، ولدينا الكثير من العمل، ولكن إن لم يكن المعلم مدرك للمهارات الخاصة بالذكاء الاجتماعي الخاصة به، فلن يكون قادرا على أن يتعاطف مع الآخرين وأن يكون قادرا على التعاون.
وأن يعمل في فريق جامعي. وبالتالي لا يمكننا أن نصل لما نرغب فيه التوصل إلى. نحن نعلم مرة أخرى أنه بالحديث عن المشاعر، وهذا هو موضوعي، المشاعر هي في جوهر التعليم. وأقول ذلك دائما لطلابي، إن لم يكن لديكم هذه الحماسة لأن تتعلموا، ينبغي أن تظلوا في منازلكم. المعلمون هم الأنبياء. نحن نعلم أن هذا يتطلب الكثير من الصبر، ونعلم أن هذا مليء بالتحديات، ونحن نعلم أن هذا مليء بالمشاعر. الكثير من الأبحاث تتحدث عن المعلمين وعن الجهد الخاص بالمعلمين، ولكن الأبحاث الأخيرة تشير إلى النماذج السعيدة للتدريس في الفصول. لدينا نماذج سعيدة في الفصول الدراسية، وإذا ما تحدثتم إلى أي مدرس في الوقت الحالي، هو أو هي يمكنه أن يشارككم بالكثير من النماذج واللحظات السعيدة التي تأتي من الطلاب بتقديم كلمة أو ورقة أو إنجاز أو شكر. هذه هي اللحظات السعيدة في الفصول الدراسية. نحن في حاجة إلى استمرار هذه اللحظات السعيدة، ونرغب في أن تنمو هذه اللحظات السعيدة، وأن تكون أبعد من ذلك، وأن تكون أمر نحلم به، وأن أطفالنا سوف يكون لديهم هذا التوازن بين الذكاء والمهارات الأكاديمية والمهارات الاجتماعية والثقافية. لدي الطلاب يمكنهم أن يرسلوا بعض البريد الإلكتروني دون أن يقوموا بكتابة تحية أو تحية طيبة وبعد، أو حتى وهؤلاء طلاب ممتازون، ولكن هذه رسالة مهمة نوجهها لكم. هم يعلمون أن هذا البريد يأتي إلي، ولكن هذه مهارات بسيطة ينبغي أن يتعلمها طلابنا. كيفية الحديث إليكم كمعلمين، وكيفية البدء في نقاش. العديد من الطلاب يأتون، مثل جائزة الشيخ حمدان في الشارقة مثلا. هناك الكثير من الطلاب الأذكياء، بعضهم يمكنهم إقناعكم، ولديهم الكثير من المهارات، ولكن لا يقدم لكم الفرصة في شك فيما يقولونه. ولكن هناك بعض الأمور البسيطة التي قد تخيفهم، لست متأكدة من أن هذا ما ترغبونه. نحن في حاجة إلى أن يكون طلابنا واثقون، وأن يكون لديهم هذه الثقة بالنفس، والتي سوف تساعدهم في أي مكان في أي وقت دون أن يكون لديهم هذا الخوف. نرغب في أن يكون مجهزين بالمعارف، والمعرفة هي مسؤوليتنا، ولكن ليست فقط المسؤولية خاصة بالمعارف. فعلينا أن نعلم أطفالنا في المدرسة وفي المجتمع وفي الفصل في المنزل جميع المهارات، وإن لم نكن يدا بيد لا يمكنني القيام بذلك. هذه دائرة متواصلة، أنها دائرة. نحن في حاجة، إذا ما رغبنا في أن تكون هذه المهارات موجودة وأن تكون موجودة في أطفالنا، ينبغي وأن يكون هناك تعاون أكثر واجتماعات بين الآباء والمعلمين، وأن يكون هناك تواصل بينهم. نحن نرغب في أن يرى أطفالنا أن أبي ومعلمتي يعملان يدا بيد. إذا كان الطفل يعلم أن مدرستي تتحدث إلى أمي، وأن أبي دائما موجود في المدرسة ليراقبني، فسيكون سعيدا أن هناك بعض الاهتمام، وأن هناك من يهتم به وينتظرونه. في النهاية أود أن أختتم بهذه المقولة، أن معظم الأشخاص يفكرون هي أننا في حاجة إلى أن يكون لدينا أطفال أفضل لعالمنا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا للأستاذة منى أبو عسلي على هذه المحاضرة القيمة. حقيقة نلخص بعض النقاط من خلال هذه المحاضرة. تطرقت الدكتورة إلى ما الجديد في مهارات القرن 21. الجديد أن نخلق مجموعة من المقيم، وأن نركز على 4 مرتكزات جديدة. أن هذا الطالب أو هذا الإنسان هو عبارة عن جسد وشعور
وروح وعقل. الجسد يجب أن يحترم وأن يعزز، الشعور يجب أن يحترم، أن نحترمها ونحفزها، الروح يجب أن نحدد لها الهدف والمهمات التي ستقوم أو هي تعمل لأجلها لكي نصل بها إلى المبتغى. أيضا العقل يجب أن يشرك في العملية التعليمية أو في اتخاذ القرار. العقل يجب أن يشرك في أن يقيم نفسه وماذا تعلم. حقيقة الدكتورة ناخذ في ثانية أوحت لي إلى صورة دائما نراها على التلفاز من عفوا من عالم الحيوان، الغزال يجري والفهد أو الأسد خلفه، فهذا الغزال لم يكن متسلح بمهارة المراوغة بمهارة السرعة ولم يكن يعرف المرونة، فلا بد ومحالة سيقضى عليه من خلال ذلك الفهد. أما إذا كان متسلح بهذه المهارات التي تفضلت فيها الدكتورة جزاها الله خير فنكون طبعا بقوة. أيضا كما نقطة أخيرة نلخصها هي تطرقت إلى التحديات التي تواجه المعلم. فحقيقة اليوم نحن من القرن المعرفة وليس من القرن الصناعي أو التكنولوجيا، لأن المعلومة قد تصل للطالب في لمحة قبل المعلم بالإنترنت يجد المعلومة. قد اليوم يصل الحمد لله جزاهم الله خير شيوخنا على التعلم الذكي، قد يحضر حصة من غير أن يكون موجود، قد يجد التغذية الراجعة، يجد المعلومات من خلال التعلم الذكي ومن خلال الكمبيوترات من خلال البرامج المتوفرة. تحول اللوح إلى لوح ذكي، فيجب هنا على المعلم بدلا ينشر المعرفة إدارة المعرفة ويتسلح بمهارات إدارة المعرفة. نفتح باب الأسئلة بارك الله فيكم في خلال ربع ساعة، فاللي حاب يسأل الدكتورة تفضل. أستاذ الله يعطيك العافية. في مايك السلام عليكم. شكرا جزيلا أستاذ لسؤالك. اسمحوا لي أجاوب بالعربي باعتبار الأكثرية موجودين باللغة العربية. أستاذي الفاضل، النفاق الاجتماعي لا أحد يتقبله، والذكاء العاطفي لا يعني أن تنافق، لا يعني أن تقول لشيء لا يعجبك هذا أعجبني. الذكاء العاطفي يساعدك على أن تقول كلمتك الأقوى في الوقت الصح وفي الزمن الصح، وأن تشعر الآخر بأنه على خطأ، وأن تشعر الآخر بأن هذا هو الصواب دون أن تتعرض لنفاق. فالذكاء العاطفي كما قيل نتعلمه ونتعلمه بالممارسة. لا أستطيع أن أنافق، الذكاء العاطفي لا يعني أن أنافق ولا يمكن أن أنافق. إن أخطأت كأستاذ مثلا، أنا عندما كنت في التوجيه كان لدي موجهات محترمات وكان لدي مدرسات فاضلات، كنت أقول للمدرسة أن هذا مثلا ما فعلته جيد ورائع و و و، وأطلب منها أن تجد لي الخطأ فيما فعلت، أو أن تقول لي كيف فعلت هذا ولماذا فعلته وكيف يمكن أن تفعله بطريقة أفضل. فلا أستطيع أن أقول لها أنت على خطأ هكذا في الوجه، ولا أستطيع أن أنافق وأقول جزاك الله خيرا درس كان أكثر من رائع وأنا أعرف أن هناك فيه بعض الأخطاء. فعندما أكون أو أمتلك مهارات الذكاء العاطفي أستطيع أن أقول للشخص أن أشعره بقيمة ما فعله من إيجابيات وأشياء جيدة وطيبة، وبالمقابل أشعره أن هناك جانب آخر لم يكن بالحسبان أو لم يأخذ. أتمنى أن أكون قد جاوبت على سؤالك. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. في قبل المركز على هذه عرضك شيق. سؤال يا دكتورة، قلت أن لدينا هناك مشكلة لدى الطلبة في الواقع لدى 5 مليارات رسالة يرسلها الطلبة وغيره، في تواصل اجتماعي ولا ما في؟ في تواصل اجتماعي، طلابنا لا ينقصهم التواصل الاجتماعي ولديهم الجرأة الشديدة. هناك حالات شاذة فقط، هناك حالة شاذة قليلة الخجل، يعني لا يعتد بهذه الحالة. أما
أهل البقية عندهم جرأة وعندهم تواصل شديد جدا جدا. المشكلة في التواصل بين المدرسة وبين المنزل، هذه المشكلة الكبيرة. شكرا. شكرا لسؤالك أستاذ الفاضل. أنا لا أقول أن هناك مشكلة في التواصل عبر هذه الأجهزة، أقول أننا علينا أن نترك هذا الوعي لدى مسج أستاذ الفاضل أو إكسبريشن أو تعبير ترسل عبر وسائل الاتصال رقم ليس بالهين. نحن كتربويين هل نحن قادرون على التحكم في نوعية هذه الرسائل، جودة هذه الرسائل؟ حينما تحدث عن الذكاء العاطفي أو الذكاء الاجتماعي، نريد لأطفالنا لا بأس أن يتواصلوا، ولكن أن يكون هناك شيء من تهذيب لهذه المهارة، أن ليس فقط ما أشعر به أرسله، وليس كل ما أريد أن أبعثه أكتبه، ولكن بعض الطلاب أستاذي الفاضل لا تقول هذا صحيح، ولكن بعض الطالبات وقد تحدثت إليهن قبل ما جئ إلى هذا، قلت لهم لماذا أنتن على تواصل شديد بهذا الجهاز دائما في أيديكم؟ قالت لي أستاذتي هذا هو عالمي، أستطيع أن أتحدث وأمزح وأقول ما لا أستطيع أن أقوله وجها لوجه. ما أقصده أستاذي أننا نريد لطلابنا أن يتعلموا أخلاقيات التواصل، كيف يتحكموا في هذا التواصل، كيف يستفيدون ويستثمرون هذه الطاقة وبناء شخصياتهم كقادة كتربويين المجتمع. لا بأس، ولكن علينا تهذيب هذا النوع من التواصل بكثير من المهارات التي يفتقد إليها طلابنا. شكرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم. هشام عمر عبد العزيز، موجه أول وزارة التربية والتعليم. أختي الكريمة، شكرا على هذا الطرح الإيجابي إن شاء الله. الذكاء العاطفي ليس بالمهارة السهلة إطلاقا، هي مهارة ومطلب ضروري في إدارة العمل وبين الطلاب، ليس فقط بين الطلاب الصغار، إنما أيضا في فرق عملنا في مواقعنا كافة، وهو بحاجة إلى مهارة كبيرة جدا في تفجير الطاقات الخلاقة لدى الفريق الذي أنا أعمل معه أو أن أكون عضوا في هذا الفريق. هنالك من ينظر إلى الذكاء العاطفي على أنه منقصة، على أنه ينقص من شخصية الإنسان، على أنه مجافي ومخالف للموضوعية، وأن الذكاء العاطفي نقيض الواقعية، وأنا لابد أن أقول كل ما هو في صدري، كل ما هو في عقلي، دون مراعاة أحيانا مشاعر الآخرين سواء كانوا صغارا أو كبارا. أنا لا أريد أن أقول بأننا نترك الحبل على الغارب في إطار الذكاء العاطفي، ولكن إذا جاز التعبير هي الطريقة الحانية الحازمة، إذا جاز لي التعبير أيضا. ما هي رسالة الدكتورة وهي من ذوات الخبرة في هذا الجانب إلى هذه الشريحة البسيطة القليلة في التي قد تنظر إلى هذا الذكاء العاطفي على أنه نقيض الواقعية؟ شكرا لك. أشكرك على هذه المداخلة. قد ذكرت قبل قليل أن للأسف يعني بعض الناس يعني ينظرون إلى الذكاء العاطفي على أنه ضعف أو أنه العكس تماما للعقلانية. على العكس تماما، الذكاء العاطفي لا يمكنك أن تتصرف في حياتك دون عواطف. أنت في سلامك مع طفلك وفي سلامك لزوجتك وفي حديثك مع والدك وفي حديثك مع مدربك أو رئيسك في العمل، لابد من هذا الأدب ولابد من هذا التهذيب للعواطف وللمشاعر. يعني نعيش هذه العواطف يوميا، كل ما نطلبه الآن هو عملية تهذيب لهذه المشاعر مع أطفالنا. أنت كبالغ أو نحن كبالغين نستطيع التحكم أحيانا في غضبنا لعدة أسباب، قد تكون داخلية خارجية، وظيفتي ربما أفقد هذه الوظيفة، ربما أخسر علاقتي مع زميلي، قد نكون قادرين إلى حد ما في التحكم بأعصابنا وبعواطفنا وهذا لا بأس، ولكن أطفالنا بحاجة لأن يتعلموا كيف يضبطون هذه العواطف، وكيف حين نناقش وحين نكون في ندوة وحين نكون في عمل نتقبل الآخر. عليهم أن يتعلموا كيف أستطيع أن أسأل سؤال دون أن أجرح زميلي ودون أن أهزأ منه، وهذا أظن في ديننا وفي معتقداتنا ولا نأتي بجديد في هذا، ولكن الجديد هو كيفية إيصالنا لهذه المعلومة، كيفية نقلنا لهذه الخبرة لهذه المهارة إلى أطفالنا. وإن لم نكن نمتلكها ككبار فأعتذر، يعني لا نستطيع أن ننقل، وفاقد الشيء لا يعطيه.
فكل ما نقول الرسالة التي أوجهها أستاذي الفاضل هو أن هذه المهارة علينا أن نعطي دورات فيها، علينا أن نعطي تدريب في هذه المهارة. وهناك مدارس ودراسات قد تبنت مشروع الذكاء العاطفي في المناهج، وقد تتبنت حصصا يومية في منهجها، بحيث الطالب يتعلم كيف يدير فريق عمل، كيف يشعر أو كيف يعبر عن انفعالاته في موقف معين. هناك ساعة صفية في بعض المناهج وفي بعض المدارس، حيث يتقابل أولياء الأمور مع أولادهم في نفس الصف. هناك عدة وسائل لتنمية هذا الذكاء. الذكاء العاطفي ليس ورقة عمل نعطيها إلى طلابنا لينجحوا في الاختبار، ليست ورقة عمل، ليست هكذا. الذكاء العاطفي ممارسة، علينا أن نريهم القدوة في تصرفاتنا، علينا أن ننقل الرسالة بشكل غير مباشر لطلابنا، ومن ثم نأمل منهم أن يكونوا يتصرفوا بالمثل. شكرا لك. نعم أختي تفضلي. نعم. سلام الله. دكتورة، بالنسبة للذكاء نتكلم عن جزئين، الجزء الأول التواصل والجزء الثاني الذكاء العاطفي. بالنسبة ضد يعني أن التواصل أصبح موجود، هو التواصل أصبح مفقود. التواصل صحيح لكن مفقود الطبيعية. يعني إجابة على سؤالك أختي الفاضلة، يعني أنا لا أقول أن التواصل موجود أو مفقود، ولا أحب أن يعني أذكر هذه النظرة المأساوية للتواصل حاليا. لا زال في أولادنا خير، ولا زال في طلابنا خير، ولا زال في مجتمعنا خير. ما أقوله هو أن فعلا قد يكون هناك حلقة تواصل مفقودة، ولكن إن لم نعمل ك حلقة متواصلة، الأسرة مع المدرسة مع الطلاب مع المدرسين، ستبقى الحلقة مفقودة لا شك. فما أقول أستاذتي الفاضلة أن التواصل صح
قد لا نستطيع أن نغير ولي الأمر، هذا خارج عن إرادتنا، هو يعني قد تربى على ذلك وعاش و ولكن نستطيع أن نغير من فكر طلابنا، نستطيع أن نوجه طلابنا للخيارات الصحيحة، نستطيع أن نتعامل مع طلابنا ونهذب مهاراتهم، فإذا استطعنا تهذيب مهاراتهم قد يستطيعون نقل هذه المهارات إلى أولياء الأمور. الموضوع ليس بسهل كما قلت، ولكن إن لم نبدأ ونأخذ الخطوة الأولى سنبقى إلى الوراء إلى فترة أطول. فالخطوة الأولى هي تهذيب الطلاب لأنهم يقضون الوقت الأطول معنا في المدرسة، الأطفال يقضون وقتا أطول في المدرسة من أولياء أمورهم، فإذا الطفل لم يشعر أن هذه المدرسة تحتويه وتستوعبه وتتقبل أفكاره وتتيح له فرص التعلم كما يرغب لن نستطيع أن نحقق هذه الأمور. شكرا لك. أنا الواقع لا أريد أن أتحدث الناحية الموضوعية التي تحدثتم بها، أريد أن أتحدث بطريقة أخرى. أنا في البداية استغربت أن تكون المحاضرة باللغة الإنجليزية، فتصورت أن المحاضرة لا تعرف العربية، معلش لو سمحت، تصورت أنها لا تعرف، ولكنني فوجئت أنها تجيد العربية أكثر منا. إذا لم نحترم لغتنا في بلدنا ومفيدة جدا وشاركوا فيها رائعون، لكن أسفي أنني أتغرب في بلدي، أنا عربي وأنت عربية وفي بلد عربي وكل الحضور عرب، هل يا ترى هي لغتنا أو أنها ضعف؟ أنا عجبت أن في حوارك أبدعت فلماذا لم يدلو؟ تسمح لي أجاوب؟ تسمح لي أجاوب؟ لكن يوم لحظة أنا كعربي بس. طيب. شكرا. طيب لا ما في مشكلة أبدا. بالنسبة للمحاضرة واللغة الإنجليزية أنا أتحمل مسؤوليتها، لأثناء تواصلي معاهم كنت أتواصل مع باللغة الأجنبية لأن ثلاث محاضرات باللغة الأجنبية، أخوات من ما يتحدثون اللغة العربية لكن اللغة الأجنبية، وكانت من ضمنهم الأخت منى، فالتبس الموضوع عليها لأن أنا كنت مخطئة فقدمت محاضرتها باللغة الإنجليزية، ولو طلبنا باللغة العربية كانت قدمت باللغة العربية، فأنا أتحمل المسؤولية. نعم. إذا سمحت يا أخت مهرة، أولا أستاذي الفاضل شكرا جزيلا على تعليقك، وأنا أحييك وأحيي اللغة العربية من هذا المنبر وهي لغتنا نعتز بها وأنا أولهم. اللغة العربية وهذا كما يقوله لي طالباتي وطلابي دائما، أستاذتي لماذا تتحدثين اللغة الإنجليزية؟ اللغة الإنجليزية هي تخصصي وهي ما أدرسه لطلابنا، وهذه مهارة يجب أن أنقلها إليهم. اللغة العربية لها أهلها وهم يعني أقدر مني على توصيل رسالة اللغة العربية. باللغة العربية أكتب شعرا وأكتب نثرا ولي عدة قصائد ولي منشورات، وأنا من مناصرين اللغة العربية ومجمع لغة الضاد. ولكن سألت هذا السؤال قبل أن أبدأ المحاضرة، هل هي باللغة الإنجليزية أم أقولها بالعربية؟ فيعني كان السؤال أنني على استعداد أن ألقي العربية، ولكن كما تفضلت الأستاذة مهرة التواصل تم والتخاطب باللغة الإنجليزية، وكما فهمت أنها ندوة في اللغة الإنجليزية، وجميع سواء حضورا عرب أو غير عرب كل الاحترام لكل الجمهور الفاضل، ولكن مدام اللغة المستعملة ستكون المحاضرين الثلاثة اللغة الإنجليزية فلم أشأ أن أكون يعني الطائر المغرد بعيدا عن السرب، ولكن في محاضرات مقبلة بإذن الله تعالى على استعداد وعلى الرحب والسعة بتقديم المحاضرات في اللغة العربية الفصحى الأصيلة. شكرا. ناخذ آخر سؤال، تفضل أستاذ عشان ما تفضل. آخر سؤال، أنا باقي لنا 9 دقائق على الكوفي، ما عليه اخترنا إن شاء الله في اللقاء الثاني. تفضل أستاذ. شكرا. إذا سمحتوا لي يعني. شكرا جزيلا للدكتورة على المحاضرة القيمة وعلى
الموضوع المختلف عما كنا نتوقعه الحقيقة. أقول إنه الذكاء العاطفي مهم جدا كما ذكرت الدكتور، لكن أنا فهمت من المحاضرة أنها دعوة لتضمين هذا المحور من الذكاءات في مناهجنا، ونعلم أن كل مجتمع خصوصيته وثقافته ومعتقداته وقيمه. ولا يخفى على الجميع أنه إحنا في التخصصات العلمية نميل الآن لاعتماد سلاسل أجنبية أعدت لمجتمعات غير مجتمعاتنا، فكيف نوفق نحن المعتمدين ناقلي هذه السلاسل، إما ندرسها بلغتها الأم في بعض مدارسنا كمدارس الغد أو بعض أنواع المدارس الأخرى، أو المدارس التي تدور تعتمد المنهاج الأمريكي والمنهاج البريطاني وتدرس الكتب كما هي واردة من مصدرها من ناشرها، أو تلك المدارس التي تعتمد مناهج وزارة التربية والتعليم التي تقوم بمواءمة هذه المناهج وبمعنى أو بآخر تحويلها إلى اللغة العربية. فهذا السؤال المحير، كيف نوافق بين الأمرين بحيث نحافظ على خصوصيتنا وخاصة التي تدرس بالأجنبية. شكرا أستاذ. تفضل دكتور. شكرا أستاذ فاضل على هذا السؤال، ولكن أعتقد أننا لا نتعارض بأي حال من الأحوال مع ثقافتنا في هذا الموضوع بالنسبة للذكاء العاطفي. كما ذكرت أن هذا قد ورن في معتقداتنا وفي تاريخنا وفي إسلامنا، يعني إنما التعلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ليس شديد بالسرعة إنما شديد الذي يملك نفسه عند الغضب، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لأه. فنحن لدينا هذا الموروث. نعم 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 أستاذي الفاضل، لا أرى في هذا أي تعارض. يعني هذا 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 هذه المهارات هي مهارات حياتية تتحدث عن القيم، تتحدث عن المبادئ، تتحدث عن الأخلاقيات المهنة، وهذه أمور يعني عالمية موجودة في كل بلد وفي كل ثقافة، فهي لا تتعارض بأي شكل من الأشكال مع ثقافتنا أو موروثنا سواء باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية. ولكل مدرسة ولكل هيئة أن تأخذ منها ما يناسبها وتترك ما لا يناسبها، ولكن في النهاية هذه المهارات مهارات حياتية يحتاج إلينا طفلنا سواء كانت بالعربية أو باللغة الإنجليزية. أتمنى أكون قد أجبت على سؤالك. شكرا. نصل إلى ختام الجلسة الأولى. شكرا لحسن استماعكم، وإن شاء الله ربع ساعة فقط نتناول فيها القهوة، والدكتور عمر إن شاء الله نأخذ معه لقاء طيب وعودة لنا بعد ربع ساعة إن شاء الله. شكرا جزيلا. إن شاء الله 10:45 نعود بإذن الله تعالى.